دعت الراية واندفعت على بركات الله جياد وأفراسي ثلاث سنوات الباحثة على الانتصار الأول من خلال مسافة السرعة مسافة 1200 متر. هنا يبدأ برو الاندفاع من الخارج. برو يتقدم مع جناح الدعية وأيضا خوعة وكذلك قدوم شاوش في أول ظهور رسمي له في المرتبة الثالثة. الراقي يبدأ للتقدم في المرتبة الرابعة. هنا صراع 1200 متر. هنا أربعة روس يقود برو من الخارج وخوعة وشاوش وأيضا الراقي في تحاذي على المراكز من الثاني حتى الثالث. حاذقة تأتي المرتبة الخامسة فيما الصدارة لبرو بطول كامل بطولين تقريبا الاقتراب من أخذ المنعطف في الأخير والأربعمائة متر إشكال. يبدأ القدوم مع للمتر أيضا للمنافسة فيما الصدارة لبرو في المركز الأول بقيادة حمزة سعد يقود هذه الأسماء منذ الانطلاقة. حاذقة تبدأ الزحف للمرتبة الثانية مطاردة للمتصدر برو والصراع مشاهدين الكرام لحسم نتيجة هذا الشوط لتسجيل أولى الانتصارات. يذهب برو مع حاذقة إلى خط النهاية. إذن برو يقدم نفسه بشكل رائع وجميل في ثاني ظهور هذا الموسم وفي المشاركة الرسمية السادسة له. ألف مبروك لأبناء أبداع حمد العذاب للمدرب أبداع العذاب وللمتميز.